أجيت فهمت الكلمات اللي كيتستعملوا بزاف في الإي كوميرس. ستور أو المتجر هو المكان اللي كتحط فيه المنتجات ديالك. الأوردر أو الكوموند يعني الطلبية اللي كتوصل بها من الزبون ديالك. الكاشون ديليفري أو لا سي أو دي أو لا نظام الدفع عند الاستلام، يعني حتى كتوصل الطلبية للزبون ديالك عاد كيخلص فيها الليبرور. دروب شيبين هو نظام آخر متداول في التجارة الإلكترونية، يعني كتكون وسيط بين صاحب السلعة والمشتري وكتاخد عمولة ديالك. الأد أكاونت يعني حساب إعلاني، هو الواجهة اللي كتطلق فيها الإشهار أو اللي كتدير فيها الإشهار وكتتبع فيها التطورات ديالها. الكي بي آيس يعني الكي بيرفورمانس انديكاتور، هما مؤشرات الأداء اللي غتحتاجهم في البيزنس ديالك باش تعرف واش غادي مزيان ولا لا. مثلا شحال من واحد دخل عندك الستور، شحال من واحد شرا، وبشحال تقنت عليك كل ما بيعها. إلا عندك أي كلمة أخرى باغي تعرفها كتبها لينا في كومنتير.